واحد من الانحرافات التي ينطبق عليها عنوان فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، الشذوذ الجنسي بقسمين. شذوذ الجنسي أن يأتي الذكر ذكرا مثله ويطلب شهوته فيه، أو ما يعرف باسم اللواط، هذا مما ينطبق عليه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولقد شدد النكير في الروايات على هذا الموضوع وعلى من يقارفه ويمارسه. فعندنا مثلا إن الله تعالى لم يهلك أمة في الزنا، ولكنه أهلك أمة واستأصلها في اللواط والشذوذ. كانت الأمم في السابق أيضا فيها زنا، كان فيها انحراف بهذا المعنى، وهذا الشيء مو جديد ولا حادث، ولكن لا نجد في القرآن الكريم ولا نجد في الروايات التاريخية ذكرا عن أن أمة قد أهلكها الله واستأصلها على أثر ممارستها للزنا. لكن قوم لوط لما قيل لهم أتأتون الذكران من العالمين ولم ينتهوا عن ذلك، خسف الله تعالى بهم أرضهم وأنهى وجودهم وحضارتهم وأوضاعهم ولم يبق عليهم شيئا أبدا. أمة كاملة، مجتمع كامل ينتهي بسبب أن هذا المجتمع كان فيه هذا الداء، هذا الانحراف، هذا المرض، هذه الآفة. بينما في الزنا لا نجد في أمة من الأمم أنها هلكت بسبب الزنا، مع أن الزنا أيضا جريمة كبيرة. في الروايات لا نجد تشديدا في الحد، حد فاعل هذه الجريمة أو المفعول به، كما نجده في هذه الجريمة. يعني مثلا في القتل عندنا القاتل يقتل إذا متعمد، بس ما عندنا بعد يحرق. لكن في اللواط الفاعل والمفعول إذا أتيا هذا الأمر طواعية ولم يتوبا عن ذلك، العقوبة عليهما القتل ثم الحرق. ذاك قاتل نفس محترمة يكتفى منه بأن يقتل إذا كان متعمدا، أو يدفع الدية إذا كان قتلا خطئيا. بينما هنا تجد الأمر يقتل هذا الإنسان الفاعل أو المفعول ثم يحرق.